هذا البرنامج بدعم من الفلسطينية للإقراض والتنمية فاتن. يعني شو بقولوا خطير الكبار احنا نصدقهم. شنو افطرنا وكل شيء تمام. مساء الخير مشاهدينا وكل عام وانتم بخير، واحنا اليوم في رمضان وهلا بعد الافطار بعد ما عبينا بطوننا اكيد هلا مخنا لازم يشتغل. احنا اليوم معنا مثل جديد والمثل بيقول طب الجرة على تمها تطلع البنت لامها، ولا شو رايكم؟ يلا لنشوف. طب الجرة على تمها تطلع البنت لامها. عارفني ولا مره بتشوفني؟ لا بعرف. تعرفني انا مين؟ فدا ابو سويه. مين فدا ابو سويه؟ هلا في مثل بيقول طب الجرة بتمها تطلع البنت لامها. عم ابو عزات في مثل بيقول طب الجره في تمها تطلع البنت لامها. ايوه عليك، ايش يعني هذا المثل؟ هو حلو ومش حلو كمان. طب الجره على تمها بتطلع البنت لامها. انه يعني في هيك وفي هيك. في مثل بيقول طب الجره على تمها تطلع البنت لامها. يا سلام عليك. هيك هو المثل بيقول. صحيح. وانا لامي. انت لامك فخوره؟ طب الجره على تمها تطلع البنت لامها. ايوه علي، ايش يعني هذا المثل؟ انه البنت تطلع زي امها. امي رح تطلع لامها، ما احنا عارفين بس خص الجره وكذا يعني. طب شو يعني؟ يمكن يعني انه هذا مثل قديم عشان كانوا الناس يستعملوا بدل يعني الحنفيه في الوقت الحالي او الثلاجه كان في زير او الجره. الزير فيمكن هيك مستوحى منه. يعني البنت بتطلع على امها دايركت. يعني دايما دور البنت بتدور على الام حولها تطلع البنت حولها. طب الجره على امها تطلع البنت لامها. طب الجرة في تمها تطلع البنت لأمها. يعني هلأ هذه حلقة إذا من طب الجرة في تمها تطلع لأمها. لا هو المثل مش البنت تطلع لأمها بالصفات. جربنا أعطينا يا زلمة سادة يا زلمة. إحنا بعزة، إحنا يا زلمة بعزة رمضان الدنيا. طب الجرة على تمها تطلع البنت لأمها. اسمع في مثل بيقول طب الجرة على تمها كمل. يعني انه البنت زي امها، كانت حيه، كانت منيحه، كانت كل حيه حيه ارباي. طيب تعالي 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 يا كاميرا، تعالي قرب قرب قرب، خذ اوعى تخش الحادث. تعالي وصلت. شو بتفهم من مثل زي هذا؟ بقول لك طب جره على تمها طب جره على شلطيفها، نفخه بوتوكس بتكون اكيد مقروصه دبور. المهم تطلع البنت لامها. شو اي شيء بصفات الام بتصير مشتركه عند البنت. كانت الام زمان لما تشر الغسيل على فوق الحيط زمان عشان تنادي على بنتها كانت تطب الطنجره على تمها، ولما البنت تسمع الصوت الجره ولا الطنجره طب تطلع بتطلع طب الجره طب 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 طب. في مثل بيقول طب الجره في تمها تطلع البنت لامها. مش لخلتها؟ لا. ولا عمتها؟ لامها. طيب شو بتتعلم؟ شو بيعني لك هيك مثل؟ بنت وهي لامها. كوبي بيست عن امها. كوبي بيست نسخه. والله انت دارس كمبيوتر؟ لا مدرس اكاونت كمان. اكاونتينج. طيب شو راي ست عزات؟ مثل هذا هو شعبي يعني عادي. زمان يعني هيك بيقولوا الناس. انت بتمشي عليه بتتخيضي فيه؟ لا يعني هو كل هذا ما شيء يعني دارج يعني عندنا. طب الجرة على تمها تطلع البنت لامها. على زعمك منيحة تطلع منيحة؟ طبعا. زعمك مش منيحة؟ بطلع مش منيحة. بدكيش تطلع منيحة يعني؟ لا طبعا بدي اطلع منيحة. كانت البنت لما تسمع الصوت تطلع لامها عند الغسيل، فكانت تطلع لامها على السطوح مش تطلع لامها بالصفات يعني. يعني زي اسلوب مناداك يعني. الاغلبية بدك البنت تدور على امها. دور على امها. على الاصل. على الاصل. نعم. تعال على الجذر يعني. نعم. لا حول ولا قوة الا بالله. صعب انت يا رجل. صعب. طيب رأيي انه هذا المثل يمكن يكون ظالم. ظالم. او كف يا جماعة الأمانة. ها اول حدا بيحكي كلمة خير. الناس بالمعنى السلبي يا الموضوع. مزبوط. ظالم. مش شرط كل واحدة تطلع زي امها يعني. الله. اما تخبط ام عزات. يا جماعة يا جماعة ام عزات مسوية دواني بالنوتيلا. اشي من الاخر. ذاكي.
هلا لو احنا اهالينا مش منيح لازم احنا نطلع منيح. ما بتعرف الظروف اللي صار اللي خلت اهالينا يكونوا مش منيح. ومرات اذا كان الاهالي منيح والولاد مش منيح لازم الاهالي هم يهتموا في الابناء انهم يطلعوا منيح، صح ولا لا؟ صح؟ صح 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 صح؟ اه طيب شكرا عليك. يلا وهيك خلصنا حلقتنا لليوم، وكان المثل بيقول طب الجرة على تمها بتطلع بنت لأمها. شفنا كثير ناس، شفنا كثير بنات بتطلع لأمهم وطبوا الجرة هون وأكلنا ورق دوالي أهم إشي. المهم خلصنا حلقتنا لليوم ونشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم. الجرة على سمها تطلع البنت لأمها.